عن المجاعات والجفاف الذي يضرب القرن الافريقي، وخاصه بعد ازمه كورونا والحرب الاوكرانيه الروسيه والتغيرات المناخيه. فكلمينا عن القصه دي ودور البرنامج بصوره عامه في القرن الافريقي تزامنا وملاحقه بهذه الازمات الفجه التي يعاني منها العالم كله. هو حقيقة العالم يعني هناك يعني كان سلسلة من الأحداث التي ضربت المناطق جميع أنحاء العالم، سواء كان هذا بداية كان هناك طبعا في صراعات مسلحة في كثير من المناطق في العالم، بما في ذلك طبعا شرق أفريقيا وغرب أفريقيا، بالإضافة أيضا إلى طبعا الحرب الجديدة التي نشهدها هي حرب التغيرات المناخية. التغيرات المناخية يعني بتضرب المزارعين وعلى الأخص الصغار المزارعين في مقتل. مشاكل كثيرة بتواجه هذه الدول من الجفاف، من عدم استعداد هذه الدول على التعامل مع هذه التغيرات. طبعا الآثار التعافي من يعني جائحة الكورونا التي أدت إلى تباطؤ اقتصادي وأدت إلى اضطراب في سلاسل الإمداد والتموين على الأخص في المجال الأمن الغذائي. طبعا الاضطرابات الاقتصادية والمشاكل التي واجهها العالم بسبب عمليات التضخم وعمليات التباطؤ الاقتصادي في كثير من المناطق، نعم ارتفاع أسعار الوقود في كثير من المناطق في العالم، يعني بصورة عامة للأسف هي يعني كأننا في عاصفة، وكل العوامل أدت بنا إلى الدخول في هذه العاصفة، وهو أعتقد مأزق بيواجه العالم. بالنسبة لمنطقة مناطق غرب أفريقيا وشرق أفريقيا، فيها أعلن البرنامج إننا يعني في أول حالة في العالم، وهي عملية إعلان مجاعة بسبب الجفاف، وهذا تم في مدغشقر. هي أول بلد في العالم بيتم فيها يعني تصنيف ظروف المجاعة بسبب عمليات التغيرات المناخية وعلى الأخص موضوع الجفاف. وبالتالي يعني نحن نشهد يعني ظروف صعبة في هذه المنطقة بسبب كل هذه العوامل. نعم. طب عدد الذين يعني يضربون بالجفاف في هذه المنطقة أو في تحديد في القرن الإفريقي تقريبا وصل عددهم قد إيه؟ والبرنامج بيستهدف قد إيه؟ هو تخطى الأشخاص الذين تأثروا بالتغيرات المناخية تخطى حاجز 5 ملايين شخص. بالنسبة لمساعدات البرنامج هناك، يعني أنا لأني أغطي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لست مطلعة، يعني محتاجة وقت حتى يعني أقدر أجيب الرقم ده.